حدث لسيدنا الحبيب أربعة أحداث مرعبة خلف وراء بعضها البعض. يموت أبو طالب، تموت خديجة، يقذفوا أطفال الطائب بالحجارة، لا إله إلا الله، يعني واخد بالك من الأحداث وراء بعضها سبحان، يعذب أتباعه من الفقراء من أمثال ياسر وسمية وعمار وبلال رضوان الله عليهم جميعا، سبحان الله العظيم. في هذه الأحداث وصل به الأمر، عرض نفسه على الجماعة بتوع عبد يليل فأنكروه، رجع، بدأت بوادر لانفراجه. أنزل عليه وهو راجع من الطائف سورة الرحمن، كلما وصل إلى قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسمع أصواتا تقول، يعني تكذبوا بأي نعم، ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. يلتفت حواليه لا يرى شيئا، عالم بعد ذلك أن الجن آمنت به. اللي كانوا بيسمعوا دول مين؟ إخواننا من الجن، سبحان الله، يعني قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به. يريد أن يقول له إن كفر بك مشرك العرب والقلوب القاسية فإن الجن يؤمن بك، والجن أقوى، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يريد يعني أن يعطيه لمسة حنان إلهي. أم هانئ الباب يطرق وسط الليل، بنت أبي طالب، بنت عمه، زوجته، أخت علي بن أبي طالب، قالت يا رسول الله رجل بالباب خلفه دابة عجيبة لم أره من قبل يسأل عنك. عرف الرسول هذا جبريل. المفاجأة المذهلة، الله يستزيرك يا محمد، انت ضيف الرحمن. شوف انت لما تقول الله اكبر في تكبيرة الاحرام وتسمع الله اكبر في الاذان لا تريد شيئا من الدنيا. يعني يا اخي الله هو مالك هذا الملك، لا تظن ابدا انه بيد قوة او ابدا. والله الذي لا اله الا هو، رغم الاحداث التي تمر بنا، المسرح العالمي الان يهيأ للا اله الا الله محمد رسول الله. لا تظن ان الاحداث دي ان المسلمين ضلاء. يا اخي انت لك رب قوي يملك الكون. يعني هذا جبريل يستضيف الله رسوله ليطمئنه ان كان قد كذبك اهل الارض فتعال لترى مقامك في السماء. انت عايز يكذبك اهل الارض ويدعك رب السماء؟ ابدا والله، هو رب السماوات والارض. وبعدين يذهب بايجاز، يعني يمحو عنه كل العشر سنوات الهم التي مضت، عشر سنين من الهم، وفي لحظة يكون ضيف السماء، يطرق بابا بابا ويرى اخوانه من الانبياء. يا اخي لما تشوف رؤيا جميلة انت بيصبح صدرك منشرح. فاذا به في كل سماء يرى نبيا، يرى نبيا، الى السماء رأى اباه الخليل، سبحان الله. وعند سدرة المنتهى وقائد الرحلة جبريل يتوقف، خلاص الى هنا انا دوري منتهي، يا جبريل في هذا المكان يترك الخليل خليلا؟ لا، وما منا إلا له مقام معلوم. هذا مخلوق من نور وهذا عالم نور، لكن النور عن نور يختلف، سبحان الله. وبعدين لا يدري صاحب البلاغة صلى الله عليه وسلم لما علم أنه في حضرة الأنس كيف يحيي ربه، عجيبة، لأنه لا يعني لم يوحى إليه بهذا، أنه عارف أنه في حد. طيب كريم الله موسى ناداه ربه اخلع عليك، خلاص، وسيدنا موسى نفسه ولا هاربا ولم يعاقب، وهذا في حضرة الأنس كيف يحيي ربه؟ ألهم التحيات لله
والصلوات والطيبات، فيسمع ما يطمئنه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يطمئن: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحانه. وبعدين يعني يأمره بالصلاة في هذا الموقف العجيب، وبعدين ينزل في جزء من الليل ليتثبت، ويحدث ثلاثة أمور: أمرين في الدنيا وأمر في الآخرة. صلوا على رسول الله. الأمرين اللي في الدنيا أن صاحب الدعوة يعني كما كأن يقول له: أنت مصدق من رب العباد سبحانه وتعالى كما قالت المرأة الصالحة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لما تتصالح مع الله سيبك من الدنيا كلها، ولما تغضب الله عز وجل والله لن تنفعك الدنيا. فطوبى للذين يحبهم رب العباد، ويا بؤس للذين يقطعون صلتهم برب العباد عز وجل. فأمة تؤمن بالغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يثبته رب العباد عز وجل عشان يواصل الدعوة في الثلاث سنوات الباقية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث: عرض الله عليه بعد أن صافح إخوانه من الأنبياء وصلى بهم سبحانه في المسجد الأقصى، عرض عليه صور من الجنة وصور من النار. فالوحيد يوم القيامة الثابت هو سيدنا الحبيب فقط. تخيل أنت، يعني قال: أول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر. أول قبر يتفتح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيهديه الله إلى مكان المحشر، مكان الحشر، فأجد أخي موسى، شوف 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 الأدب، أخي منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. الرسول يعلن عن عدم علمه، لا أدري هل هو عليه السلام يعني صعق في من صعق مع الناس، فصعق بمن في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، أو هو كفاه الله الصعقة يوم الطور آخذا بقوائم العرش بطن. أول ما يفيق الكليم يقول: يا ربي لا أسألك عن هارون أخي. يا الله، أنا لكل امرئ منهم يومئذ إيه شأن يغني. سبحان الله، سيدنا عيسى: لا أسألك عن مريم أمي. يا الله، أنت عيسى. كل الأنبياء، كل الملائكة دعوتهم يومها: يا رب سلم، يا رب سلم. بس كل ملك مقرب، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كل الملائكة المقربين، طائفة العالين اللي حملت العرش، كله: يا رب سلم يا رب. الأنبياء الرسل: يا رب سلم. إلا سيدنا محمد على لسانه: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فلما يأتي الله ينادي على آدم: يا آدم قم فابعث بعث النار، خذ الوفد والعياذ بالله اللي يدخلوا النار من من أولادك. فيقوم أبونا آدم فيأخذ من كل 1999 ويفضل من 1000 ايه واحد. الواحد يروح فين؟ يروح يقف على الحساب، يا اما ينضم لل 999 او ينجو. اللهم نجنا يا رب. وبعدين تأتي الملائكة بالنار لها 70,000 زمام. نسيان الدار الآخرة يضيعنا، يجرها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70. لها أعناق كأعناق البخت، النار لها أعناق زي أعناق الجمل، تلتقط أهلها وأبناءها كما يلتقط الطير الحب، وتهب على الناس تزفر عليهم 3 زفرات. بارك الله فيكم، أنتم بتشوفوا الحية عندما تزفر على من يعني يريد أن يمسك بها، هكذا النار تزفر. فأول زفرة يرى
يعني يقع الناس ويجثون على ركبهم، ترى كل أمة إيه جاثية، جاثية يعني إيه جلسة بجلسة التشهد، يقول لك بالعامية أنا رجلي ما تحملتني من الإيه من الخوف كله سبحان الله. وبعدين تزفر الزفرة الثانية فينبطح الخلق على وجوههم كأن يريدون إيه، لا يريد أن يرى هذا المنظر سبحان الله العظيم. ثم ينظرون من طرف خفي، يعني إيه يعني يرفع رأسه كده وينظر كده يشوف هي مشت ولا لسه، لا يوقفها إلا أن يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.